انت متأكد انك دخلت العربية المستشفى؟ ما دخلتهاش حتة تانية؟ كل ثقة يا باشا. اصل في صوت حريمي مسهوي كده، انا مش فاهم ايه ده يعني. ايوه انا مدير الامن. مش عرفني بقى ان انت مدير الامن بتاعك. حد يعمل كده؟ حد يعمل كده؟ ده مدير الامن، حد يعمل كده؟ الو. ايه؟ ايوه يا سيادة المدير، احنا عندنا مطالب وعايزين ننفذها. وماله يعني، ما جراش حاجة، قولوا لنا المطالب بس نعرف هي مشروعة ولا مش مشروعة. ثانية واحدة، تسأل سؤال غريب قوي. احنا مطالبنا فيها مشروعة ولا مش فيها؟ ما فيهاش مشروعة. مشروع 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 مفيش حيرة كده. مرضيت سفتي. اوه ما تفتي ايه بس؟ ما مشروع اسكت بس. الو. لا يا فندم، احنا لنا مطالب. المطالب؟ لا لو سمحت ما تضغطش عليا، اشوف مطالبي. اوكي، ايه رأيكو ناكل لقمة؟ هو ده جعانين قوي، جعانين. اخد نص محمره، شوربه بحريز الكوارع، رز بالجمبري، فته وموزه. انا عايز سجق بجبس الرمان، ويا ريت رز بالشعريه. الطلبات دي كلها تجيلنا، واهم حاجه الرز بالشعريه. شعريه ده عايزين ياكلوا من عند البرنس. اكفي الجرمة ده ازاي انا؟ غلط كبير يا فندم، كده هيستحلوا الموضوع. الظهر يتغدوا من البرنس، يبقى بالليل هيتعشوا من كامل صبحي، واحنا واقفين هنا بنتسلخ في الشمس. ما ينفعش يا باشا. ازيك يا فايزه؟ رم رحمك. والله يا جماعه اكله معتبره قوي. انا رايي ان احنا نعمل الخطفه دي كل اسبوع. ايوه والله يا ريت. مع اني مش مع المبدا ده بتاتا، بس العكاوي كانت تجنن. انا اول مره احس ان انا عضمه رم. يا عم سامي، ده انت عضمك كله متشال، ده انا شايل 3 ارباع على ايدي. ده انت لو عشت معانا لحد ما نغسل ايدينا يبقى رضا. قومي الاونر. كانش العشم ابدا، ان انا جوه عمال افكر في اللي خاطفنا وحضراتكم هنا قاعدين بتاكلوا. خصم 3 ايام. اخلص. اوه اكل اكل جو، اكل ولوحدكم. منين؟ من برنس. منين؟ من البيت والله. خد دي عكاوي حلوه قوي. دي عكاوي بالقراصيه. ملوخيه كده. انا واقع انا ارشح لك الصنف ده، عكاوي بالقراصيه.